الأكل بيكمل مع بيبسي. يلا ناو. هسه هاي المباراتين راح يكون لأيمن حسين مختلفات. لأن الأنظار الآن على أيمن حسين كل شيء. إن شاء الله. فشنو اللي منتظره من أيمن حسين؟ وأيمن شنو اللي بباله بهاي المباراتين وحتى المباراة التجريبية؟ تعرف هسه يعني الأنظار يعني كبيرة على كم لاعب بالمنتخب، أنت ومازن وأحمد جلال، يعني هالبروز مالتكم خلت الأنظار عليكم قوية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تعرف هاي المباراتين يعني قلت لك أنا أعيد، يعني دائما يسألوني أقول لهم ما خيت فرصتي بالمنتخب. الكادر التدريبي هو اللي يعلم يخلي التشكيلة سواء أنا والمهاجمين الباقيين، لكن إن شاء الله إذا أجت فرصتي وراح يعني مثل ما يقولون راح أثبت وجودي إن شاء الله بالمنتخب في هذه المباراتين إن شاء الله. إن شاء الله. بس هي فرصتك ترى مرات كنت مصاب أنت. إيه يعني هو قلت لك يعني لا مو ما جتني يعني فرصة. سوء حظ يمكن. سوء حظ وبعض اللي جتني يعني جتني يعني لعبت بعض يعني مو لعبت إنما كنت متواجد لكن ما خذت فرصة. يعني تعرف كان مهاجمين موجود، كان يونس موجود، كان علاء يعني مهند هم كانوا موجودين يعني بالتصفيات الأولى كنت موجود كلهم. إن شاء الله. لكن ما جت الفرصة، لكن إن شاء الله من تجي راح أفجر إن شاء الله. يعني أسئلة، يمكن اللعب للفرق الجماهيرية ساهم بهذا الموضوع يعني باعتقادك؟ ما أعرف يعني لا أكيد. أنا يعني من جيت للنفط الحمد لله وشكر استقريت هاي صار لي سنتين يعني منتخب أولمبي وطني الحمد لله وشكر، لكن أنت أعرف من تجي الفرصة لازم واحد يثبت. يعني ما أجتني إنما يعني مهاجمين يعني المهاجمين كلهم الله يوفقهم كلهم يعني الكبار، إحنا نقول يونس علاء مهند كلهم مهاجمين كبار، اكيد ما راح تجي الفرصه ان شاء الله راح اثبت وجودي بتسير رب العالمين ان شاء الله. اتمنى لك الله يحفظك. الله يسلمك. شكرا. الاكل بيكمل مع بيبسي. يلا ناو.